كيف راح عم بالي خبرك بهالشغلة؟ شو هي؟ هداك الولد سام رفيق اختك التافهة ميت اجا لهون وبلش يرقص قدامي وهو عم يقول اليوم عيد ميلاد معلمتي ميت وكان فرحان وورجعني الهدايا يلي بده يقدمها لاختك. بتعرفي شو سألني؟ يا ستي شو رح تهدي ميت اليوم؟ يعني بعتي له هدية؟ هدية؟ لما قال لي هيك انا عصبت عليه وبعدين مسكت نبات الصبار يلي كان هون وعطيته اياه وقلت له خده هي هي هديته. وين بدي خبيه؟ وين بدي خبيه؟ ها؟ رح خبيه. هاي البنت التافهة خلتك تتعذبي وتعاني كتير بحياتك. استني وشوفي ما رح تحس بألمك لحتى هدوك الأشواك صغيرة يجرحوا وبعدها يمكن تفهم. معك حق يا ستي. انتي شو قلتي؟ انتي عن جد عطيتي نبات الصبار لأختي ميت بعيد ميلادها؟ ايه عطيتها اياها. ليش انتي قلقانة؟ اختك ميت وهديك النبتة كانوا يزعجوني كتير وهي تخلصت منهم اتنيناتهم. ارتحت كتير بعد ما عملت هيك. أنا رايحة هلأ. انتبهي على حالك منيح ماشي؟ راحت. أمي وسام ولاكان ما حكوا معي اليوم. معقول ما حدا منهم متذكر إنه اليوم عيد ميلادي؟ هاي أول مرة بينسوا إنه يعايدوني. كمان المشاكس مبين نسيان الموضوع. أنا بعرف إنك متضايقة هلأ لأنه لسه ما حدا عايدك بعيد ميلادك. ما بيأثر إذا تضايقتي شوي لأنه بعدين أنت رح تطيري من الفرحة بسبب المفاجأة اللي محضرة. استني شوي. أنت لوين رايحة؟ أنا بدي أطلب منك طلب. أنا حاسس بحيوية لهيك خلينا نعمل شوية تمارين هلأ. فيك تساعديني؟ أنت ما كان بدك تتمرن وصرت تهرب. لأنه الصبح كنت تعبان شوي بس هلأ حاسس حالي أحسن. منبلش؟ بأي تمرين نبدأ؟ شو رأيك بهذا التمرين؟ 1، 2، 3. ماشي أنا رح أعمله وأنتي عديلي كم مرة.